وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد خالد المصغطي، عضو مجلس الشورى. نرحب بك سعادة السيد خالد في نشرة الثالثة. شكرا جزيلا على الاستضافة، وسعدي دائما أن أكون معكم. شكرا لك أستاذ خالد. هناك تقدم ملحوظ في خطة طبعا التعافي الاقتصادي ومؤشرات أكيد إيجابية، كيف سينعكس هذا التقدم على الوطن والمواطن؟ بالفعل يعني يتهيأ احنا اليوم نشوف ان هناك في انعكاس ايجابي من وراء وجود هذه الخطه، خطه التعافي الاقتصادي. نعم. يعني خليني بدايه نتطرق انا الى اللي هو الاولويات اللي جاءت بها الخطه. احنا اليوم الخطه جاءت بان احنا عندنا في خلق فرص عمل. نعم. تكون الى المواطن، وايضا هذه الفرص تكون الخط يعني فرص واعده وتجعل المواطن انه يكون الخيار الاول. نعم. الشيء الثاني احنا الموجود عندنا حيث عندنا نحقق نوع من التنميه بالنسبه الى الاستقرار المادي وايضا الاقتصادي، بالنسبه الى تحقيق نمو في الناتج المحلي لا يقل عن 5%. نعم. عندنا هناك موجود تطلعات من وراء وجه الخطه، عندنا هناك موجود في نوع من خلق التوازن المالي بحلول 2024. نعم. عندنا موجود في تنفيذ اللي هو المشاريع التنمويه الكبرى. نعم. وعندنا ايضا موجود في نوع من التقطاب الى الاستثمارات تكون موجوده عندنا في البحرين. لما ننظر اليوم الى مثل هذه الخطه اللي هي وضعت في 2020 من وراء توجيهات اجراءات الملك الله يحفظه، وتنفيذ طبعا من قبل الحكومه بكاله صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء، جاءت كتحدي. نعم. واليوم لما نقول احنا وصلنا الى هذا المستوى من الانجاز، بان احنا من هذه الخطه بالخمس اولويات اللي هي موجوده تحوي على 27 برنامج. نعم. حققنا 21 برنامج، بما معناه ان حققنا فوق 75% من هذه الخطه. نجد ان في عندنا موجود فعلا تركيز وتحقيق الى كل من هذه الاولويات اللي جاءت بها الخطه. نعم. اليوم فيها الهدف هو تنميه مستوى معيشه المواطن، واللي طبعا حققناه، وانا اعتقد ان في خلال فتره متبقيه راح يكون في موجود كثير من الايجابيات اللي راح يلاحظها المواطن بالنسبه الى انعكاساتها على الاقتصاد في البحرين. نعم. سعادة، كيف تصف التعاون بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه في تنفيذ خطه التعافي الاقتصادي؟ الخطة يعني صارت بنوع من الجهد الذي هو جاء عن روح الفريق الواحد. نعم. الفريق الواحد، وفي نفس الوقت التعاون والتنسيق اللي تم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو جاء اليوم بما احنا اكتشفناه بأن تم تنفيذ الكم الأكبر من. نعم. هذه الخطة بوجود هذا التنسيق بين السلطتين، سواء كان من التنفيذ أو سواء كان من خلال القوانين والتشريعات التي أدت إلى هذا التحقيق اليوم عندنا موجود. فالحمد لله دائما هذا النوع من التنسيق وهذا النوع من الاجتماع على هدف واحد هو سبب النجاح. نعم. سعادة السيد خالد المصغطي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا.